يا رمضان يا رمضان يا شهر الخير والقرآن، يا رمضان يا رمضان يا شهر الخير والقرآن. كل عام وانتم بألف ألف ألف خير، الله يعود علينا إن شاء الله وعلى المسلمين بالصحة والبركات. حوصيكم وصية لآخر هذا الشهر، لو سمحتوا قراءة قرآن وكمان تراويح قدر المستطاع، اللي يقدر يروح، وكمان بطلوا حش، الحش بلاش منه، بطلوه خصوصا الحالين دولة، فاهمين ولا لا؟ فاهمين؟ هشوف كده أنا، يلا أنا بسرعة بدي ألحق، بدي ألحق التراويح، مع السلامة. الله أكبر.